عودة للمتابعة. نحن وياكم طبعا مثل ما قلت لكم على صحة السلامة مع روى، واليوم رح تتلقى اتصالاتكم وتجاوب على بعض الايميلز يلي وصلوا لها. صباح الخير روى. صباح الخير جوزيف، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. على فكرة حلوين كثير شعراتك. ثانك يو ثانك يو جوزيف، وانت كمان اللوك تبعيتك كثير حلوة، حاسة في هيك اجواء غيره بالجو. اي مزبوط، في ناس هيك شوي عم بيغاروا. انا والله مش متفقين عليه. انت قلتيها بس انت بس معلي اختفى معلي. اختفى راح لورا الحياه حتى ما يبين شو قصه الغيره. ما بقى هو انا مثله الاعلى يعني، هلا بلش بالسكسوكه الله يستر وما حيروح كمان يعني، ان شاء الله ما يصير يلبس لي ثيابي بعدين، ثيابي مخفيه من البيت. بس يعني لازم نعطيك كريدت على هالموضوع. اوكي، وعلى كل يعني لمين بقى اكثر سكسوكه؟ بقول رأيي بصراحة. أنا قلت له لشادي فضلت بليها، بس أنت لقلك كتير لابقة، بس ما بيمنع إنه شادي عنده ستايل. إذا لك بس أنا بحبه كيف ما كان. أنا بحبه كيف ما كان وبحبك كيف ما كان. أوكي، رح نبلش بالأسئلة، وأكيد فيكم تتصلوا مباشر لنجاوب كمان على أسئلتكم، أو إذا عندكم مواضيع بتحبوا إنه أحكي عنها. صابرين، أسبوع الماضي بتتذكر كنا سوا جوزيف، بعتت على الفيسبوك بيج عن سؤال عن والدتها، ورجعت بعثت لي اياه لنشوف الصوره. رح نشوف الصوره. عم تقول انه ماما عملت فيلر، وهي كانت عامله قبل بمره، بس هالمره ظاهر انه من الابره صار هيك في ازرق واحمر بوجهها مكان الابر، فبدها تعرف انه افضل تحط ثلج او مي دافيه، كمادات مي دافيه. صابرين، الثلج انا يعني بحثت لك على الموضوع، الثلج افضل شيء ينحط خلال اول 6 ساعات، يعني بعد ما نعمل الفيلر نحط الفيلر، خلال اول 6 ساعات بحطوا ايس باكس او مثل ظروفة الثلج هيدي لحتى تمنع البروزينج او هيدا اللون الازرق والاحمر اللي ممكن يصير. بعد اول 6 ساعات ببطل عندها فائده. في نوع اسمه ارنيكا جيل، في جيل ممكن تحصلي عليه من الصيدليه، هو بين عنده فعاليه اكثر ليخفف البروزينج وخلال يعني او هالزرق هيدا والاحمرار، وخلال عده ايام مفروض يصير مثل ما بيشبه اي ضربه بتصير مع الانسان، يعني بقوله بدغري اي كد انه بحط عليها ثلج اول فتره، بعدين ما بقعد يفيد يعني، ببطل يفيد. مزبوط. وبالنسبه للمي الفاتره ممكن تنحط، لكن كمان ما عندها كتير فعاليه لتحسين الوضع. الارنيكا جل اللي بنلاقيه بالصيدليه، وفيك ترجعي تسالي الطبيب اللي عمل الفيلر، عنده فعاليه اكثر. اوكي، رح احكي عن السؤال الثاني، عن المورنينج افتر بيل، او هي نوع الحبه او البيل لمنع الحمل، ولكن هي تؤخذ على دوز واحد، جرعة واحدة، وبيسموها the morning after pill، اللي هي بتصير هالحبة بناخدها كوسيلة لمنع الحمل إذا صار في علاقة جنسية غير محمية. صح. وصار خفنا من خطر الحمل، هيدي تؤخذ على جرعة واحدة. هي اسمها the morning after pill، أو عندها كتير تسميات، بس هي مش ضروري ننطر لتاني يوم. بالضبط يعني صباح تاني يوم. هي الأفضل تتاخد يعني كل ما اتخذت بوقت أسرع وأقرب من انتهاء العلاقة الجنسية، كل ما افضل ليكون في فعاليه. ومنع دخولها لبعض الدول العربيه بتصور من قبل وزاره الصحه كمان، ما بعرف ليه. ايه هلا يمكن لاسباب انه يمكن بيعتبروا انه أخلاقية ممكن بتشجع العلاقات الجنسيه او شيء، لكن نحن عم نحكي عنها من ناحيه، لانه هي عم تسال اذا هل هي امنه استعمالها. اللي بدي اقوله هي ما انعملت لاستعمال روتيني، يعني اذا كنت عم تاخذي حبوب منع الحمل بانتظام او عندك وسيله لمنع الحمل، ما بتكون ذا مورنينج افتر بيل هي وسيلة منع الحمل. لا. هي للحالات الطارئة emergency، لسبب معين انت نسيتي على عدة ايام تاخدي حبوب منع الحمل، لسبب معين الواقي الذكري تخزق خلال العلاقة الجنسية، فاذا انت صار في خطر للحمل. لا. هيدي تأخذ هالحبة اللي هي the morning after pill باسرع وقت ممكن، هي اللي بتساعد انه بتمنع حدوث الحمل. لا. ممكن مرات تتأخر الدورة الشهرية اذا اخذتها السيدة، هي لانه بتاخر شوي الاباضه مرات، فممكن الدوره الشهريه يعني بتمنع بعد حدوث العلاقه الجنسيه. صح، منا قبل العلاقه الجنسيه. ناخذ اتصال بنرجع بنكمل. روى يولا من جبال، صباح الخير. بونجور، تفضلي يولا، شو سؤالك؟ انا بحب اسال مدام روى عن لوفور، لوفور دو بيير، حبوب خميرة، المكمل الغذائي لوفور دو بيير، يعني كيف ناخذها، اي متى، قبل الاكل، بعد الاكل، اوكي، على شو بتساعد، كل هالتفاصيل. اوكي، بس شو هي بالانجلش؟ انا لا انسى. خميره البيره، خميره البيره. اوكي، لكن بنحكي عنها الاسبوع الجاي.
اوكي يلا الثاني الجاي أوكي؟ اوكي بحكي لك عنه بالتفصيل. نعم. رح كمل عن المورنينج افتر بيل، بس بدي اقول انه وهي مختلفه عن الابورشن بيل او البيل الحبه اللي هي للاجهاض، هي المورنينج افتر بيل هي بتمنع حدوث الحمل. نعم. ما بناخذها لما بيكون عندنا شك انه في حمل موجود او في بدايه. نعم. بدايه حمل. بس عفوا لنوضح ليلا انه نحن عاده اذا في سؤال بده نتوسع فيه الافضل ريوا انه تعمل ريسيرش عنه وجيب لك معلومات كامله وشامله حتى ما تجاوبك جواب قصير. اوكي. نعم. وتنين الجاي بنفس هالوقت، بس في المخاطر انه امتى ممنوع ناخذ هالنوع من الحبوب؟ اكيد بننسق مع طبيبنا، لكن اذا كان عندنا اي نوع من الحساسيه لمكونات هن في ثلاث انواع بالاسواق اللي هي FDA approved موافقه عليها FDA، بينما في عندنا عشرات من الانواع بس في ثلاثه بس اللي هن FDA approved، فما في اذكر اساميهم على الهواء، اسألوا عنهم وتأكدوا أن يكونوا FDA approved. نعم. فإذا عندنا أي نوع من الحساسية على هالمكونات، إذا كان في رضاعة، إذا كانت السيدة عم بترضع بهالوقت، الأفضل أنه ما تاخد هالحبة، وإذا كان عم ناخد أدوية معينة لعلاج الأعصاب سواء من depression أو قلق anxiety أو لصعوبة بالنوم، كمان ممكن هالأدوية هاي تقلل من فعالية. نعم. أثناء الرضاعة بصير الحمل بشكل طبيعي؟ مرات هو الرضاعه بحد ذاتها هي من الا ناتشرال كونتراسبشن، يعني هي. نعم. نوع من الوقايه من الحمل الطبيعي، لكن ما بيمنع انه مرات ممكن يصير حمل خلال الرضاعه، لانه بالنهايه ما في شيء 100% بيمنع. أوكي. بيمنع الحمل، يعني حتى مرات لما بنقول عم ناخذ البيل او عم ناخذ اي نوع من طرق منع الحمل، وسائل منع الحمل، الا ما يضل في هامش صغير من احتمال حدوث الحمل. نعم. فاذا هول الموانع اللي خلونا ما ناخذ هيدي البيل، مثل ما قلنا منا معموله للاستعمال الروتيني ابدا، فهي ما بدها تكون على طول، وممكن يكون عندها شويه سايد افكتس او عوارض جانبيه اللي هي بتعمل لعي، دوخه، الم بالراس، مرات دورات شهريه بكثافه، يعني بتكون كميه الدم اللي بتخسره السيده بتكون اكثر من العاده، هيدي من السايد افكتس. نعم. او التاثيرات. ناخذ اتصال كمان ريوا. منال صباح الخير. منال من صيدا. صباح النور. اهلين. تفضلي منال، شو سؤالي؟ او شيء صباح الخير لمدام روى كمان. اهلا منال. انا مش منيح الصوت، كثير واطي. واطي الصوت؟ ايه. اسمعينا من التليفون منال مش من التلفزيون، اذا هيك من التليفون افضل. نعم. ايه؟ تفضلي. اوكي رح اسال السؤال على السريع. تفضلي. بس بدي اسالها، في ابني عمره 16 سنه، هو طوله يمكن شي 164-165، بضله بيسألني انه شو في اشياء رفقاته قايلين له مدرمين انه في ادوية او شيء قال بتطول ليطول اكتر؟ ليطول اكتر، او اذا في اشياء معينة ما بعرف تدريبات او شيء. ايه هلا في السؤال. ايه فيتامينات او مكملات غذائيه لتطول؟ لا ما في شيء هيك، الحبه السحريه اللي بتخلينا نطول 4-5 سنتي بوقت كان في من زي ما بيقولوا مثل شيء خطا شائع اللي هو يقولوا خذوا زيت السمك مثلا اللي هو هلا متعارف اوميجا 3. ايه واللي هو 9. مهم جدا للصحه. نعم. لكن مش للطول. في مرات الحالات اللي بتكون، وهيدي ما بعتقد بتنطبق على حاله ابنك، لانه في تشارتس لنمو يعني الولد الطفل من اول ما يخلق لكل مراحل النمو، العمر مع الطول والوزن، بنشوف هل الطول والوزن عم بيزيدوا بالتناسب مع العمر، وفي معدلات. فاذا ابنك موجود خلال او موجود داخل المعدل المقبول، فاذا ما في لزوم انه نخاف. مرات الاطفال اللي بيكون عندهم بيكونوا كثير اقل من المعدل بالطول، بينعمل لهم نوع من العلاج الهرموني، لكن هيدا ببلش على بكير، يعني مش بعمر 16 سنه، ببلشوا يمكن 7 سنين 8 سنين، طبعا الطبيب بيحدد امتى وقد ايه الجرعه وكيف بدها تنعمل. فبالنسبه له بعتقد ما يشغل باله بهالموضوع طالما هو ضمن المعدل الطبيعي، وانت فيك تتاكدي من طبيب العائله او من طبيب الاطفال اللي انه 16 سنه 165 مش قصير، يعني منيح. نعم. منيح. بعتقد انه هو منه اقل من المعدل، ما لازم يشغل باله بهالموضوع. وبالنهايه ما تنسي كمان في العامل الوراثي، يعني بالعائله الام والاب طوال ولا لا، متوسطي الطول، بس بعتقد هو ضمن. بس انه ما في جرعات اضافيه من اي فيتامينز ممكن تطول، يعني هيدي هيدي اكيد اكيد. لا ما في، واكيد بده ياكل كثير منيح ويتغذى كثير منيح، لانه بعده جسمه عم بينمى، يعني شجعيه على هالشغله لحتى ينمى افضل. اوكي
اوكي فنحن يعني هيدا بالنسبه للذا مورنينج افتر بيل واللي هي يعني هالموضوع كثير مهم لانه لازم يكون في توعيه. يعني مثلا بامريكا ودول الغرب هالنوع من البيلز موجودين اوفر ذا كاونتر، يعني اي حدا بيقدر يروح يشتريهم من الصيدلية بدون وصفه طبيه. من هيك لازم يكون الحقيقه ما عندي معلومات كافيه عن لبنان لانه في بعض الانواع لازم تكون موصوفه من الطبيب وفي منها لا اوفر ذا كاونتر. هيدا بالعالم بقى نحن هون بلبنان لازم يكون في توعية على هالموضوع للشباب والصبايا وكل الأعمار، يعني بحال بدنا نستعمل البيلز أنه تكون مأخوذة نتيجة يعني هيدي منا البيل اللي عم ينحكى عنها وقتا يخذ في بعض يعني السيدات أو الفتيات بياخذوا حبوب منع الحمل ليعدلوا الدورة الشهرية تكون منتظمة أكتر. أي هيديك بتكون حبوب منع الحمل اللي هي تأخذ لمنع الحمل، لكن بيكون بهالحالة الطبيب وصفها لتنظيم الدورة الشهرية. ممكن تكون حبوب منع الحمل أحد الأدوار اللي بتقوم فيها أو المفعول لها أنه تنظم بس اللي أنت عم تحكي عنها هي الحبة اللي تأخذ بعد العلاقة الجنسية حبة وحدة ومرة وحدة فقط، ويفضل أنه ما تستعمل روتينيا لأنه هي منا معمولة للروتين، معمولة للاستعمال الإيمرجنسي مثل ما قلنا إذا نسينا ناخذ البيلز على عدة أيام، إذا صارت علاقة جنسية غير محمية، مرات حتى بحالات الاعتداءات الجنسية كمان بتنعطى هالحبة للحماية من الحمل. وبدي اقول تذكروا انه كل انواع حبوب منع الحمل هي ما بتحمي من الامراض المنتقله جنسيا. اوكي فهي بتحمي من الحمل لكن ما بتحمي من الامراض المنتقله جنسيا، سواء كانت انواع مختلفه من الالتهابات الايدز وغيرها كثير تنتقل بالعلاقات الجنسيه. طبعا اكيد يعني واضح الموضوع، بدنا نذكر بهالنقطه. أوكي. انا بدي اشكرك ريوى، طبعا نحن نعتذر من كل المشاهدين يلي اتصلوا معنا لضيق الوقت ما فينا ناخذهم كلهم، ويلا جوابك اسبوع الجاي. اسبوع الجاي الله رد. نحن وياكم مكملين على الصباح، كمان تواصلوا معي عبر صفحه الفيسبوك، ونحن نتواصل كمان مع الشيف اللي اشتقنا له كثير بغيبته الطويلة. بريك قصير ومن بعدها بنعود للمتابعة، واتصالاتكم مباشرة رح بتكون مع كارلا كمان.